السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وطبعا أفضل ذكريات مولده هو كان يحتفل بذكرى صيام يوم الاثنين. سئل: يا رسول الله، لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، ويوم أرجو أن ألقى الله فيه. فهذا في مشروعية الاحتفال، والاحتفال كان بصيامه صلى الله عليه وسلم. جميل أن نصوم يوم الاثنين اقتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وجميل أن العلماء، هذا ليست بدعة، بل حتى لو قلنا بدعة ممكن أن نقول أنها بدعة حسنة، لأن البدعة نوعين: هناك البدعة السيئة والبدعة الحسنة. البدعة السيئة هي التي تقوض أركان الدين وتهدم أحكام الدين، أما البدعة الحسنة فهي التي تقوم بإحياء الدين في قلوب الناس، هي التي تجعل الناس يتشبثون أكثر بدينهم. وسلطان العلماء العز بن عبد السلام كتب في ذلك كتابا ضخما سماه بأن البدعة تنقسم إلى قسمين: حسنة وسيئة. بل من العلماء ومنهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام من جعل البدعة الحسنة والبدعة الواجبة والبدعة المكروهة والبدعة المستحبة بحسب الأحكام الشرعية. ف احتفالنا نحن بهذه الذكرى يكون بإقامة الندوات والمحاضرات وإقامة الأمسيات القرآنية ومجالس الذكر والمديح واجتماع الأهل والأحباب والزيارات بين العائلات، كل ذلك من مقاصد الدين وبت لروح الإيمان في قلوب الناشئة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.